تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الثلاثاء الجميل. نحب يوم الثلاثاء جدا لأنه بعيد عن زحمة الأحد وعن ربشة الخميس، بالعادة يكون يوم هادي حتى في الدوام. فصبح عليكم الخير من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في البداية أو شيء رحب الموجودين معي اليوم في الاستوديو وفي الإخراج معي عيسى سبيل. يا صباح الورد يا عيسى. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، بكون معاكم إن شاء الله تقريبا على مدى ساعة على الهواء، أناقش فيها معاكم أهم المواضيع الطبية، أطرح عليكم دراسة جديدة تستفيدون منها، أجاوب على أسئلتكم استفساراتكم، وطبعا أنتوا تشاركون معايا في البرنامج لأن في النهاية هو برنامجكم. اطرشون اقتراح، شكوى، شكر، ملاحظة عندكم، لأن دائما دائما أنا أؤمن كوني أنا موظفة في هيئة حكومية أن دائما صوت المتعامل هو الأقرب للواقع وهو الأفضل لتحسين الخدمات، لأن في النهاية الخدمات احنا نقدمها ترى هي لكم أنتم، فدائما يكون هناك نظرة مختلفة. يعني أنا كموظف لما أنظر الخدمة تكون وجهة نظري مختلفة تماما عن المتعامل المتلقي لهذه الخدمة، ودائما دائما آراء المتعاملين وملاحظاتهم هي عندنا في المركز الأول، ونعتبر صوت المتعامل اللي احنا نستند عليه لتطوير خدماتنا، لتحسين الخدمات الموجودة. كل التحسينات تلاقونها كانت بالأساس نابعة من آراء المتعاملين. فذكركم أرقام التواصل عشان تتواصلون معنا على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما تعودتوا دائما يكون عندنا هناك دراسة صغيرة جميلة نطرحها عليكم، بعد هذا نناقش شو ذكر في هالدراسة. دراستنا اليوم عن موضوع جدا مهم وهو عن الإقلاع عن التدخين. أظهرت دراسة أمريكية أن من أقلع عن التدخين قبل عقود ربما أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي اللي هو روماتويد أثرايتس يسمونه بالإنجليزي، مقارنة مع من تأخر في اتخاذ قرار وقف هذه العادة السيئة. توصلت دراسة جديدة إلى أدلة على أن التوقف عن التدخين لسنوات قد يؤدي إلى فوائد أكبر بالمقارنة مع الابتعاد عنه لفترة وجيزة وحسب. جيفري سباركس كبير الباحثين في الدراسة وهو مستشفى بريغام أند وومنز التابع لكلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، شو قال؟ يقول تقدم هذه النتائج أدلة للأشخاص المعرضين بشدة لخطر التهاب المفاصل الروماتويدي للإقلاع عن التدخين، لأن هذا قد يؤخر أو حتى يقي من الإصابة بالمرض. وسباركس أضاف أيضا أن الإقلاع عن التدخين هو بالطبع السبيل الأمثل للحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، لكن الحد منه يساعد أيضا على درء الخطر. التهاب المفاصل الروماتويدي هو من اضطرابات المناعة، يسبب تورما وآلاما في المفاصل، وهو أقل شيوعا من مرض هشاشة العظام. سباركس وزملائه درسوا بيانات جمعت على مدى 38 سنة لأكثر من 230 ألف امرأة، بينهم 1528 امرأة أصبنا بالتهاب المفصل الروماتويدي. وكتب الباحثون في دورية بحوث وعلاج التهاب المفاصل يقولون أن المشاركات المدخنات كن أكثر عرضة للإصابة بنسبة 47% مقارنة بمن لم يدخن على الإطلاق. طبعا أنا ما أعتقد أن في شخص اليوم يحتاج دراسة عشان يعني ما بقول يقلع، يفكر بالإقلاع عن التدخين. مجرد تفكير بالإقلاع عن التدخين، الإقلاع عن التدخين طبعا له فوائد كبيرة على الجسم. بخصوص علاقة التدخين والإصابة بمرض الروماتويد، مرض الروماتويد أو التهاب المفاصل الروماتويدي هو عبارة عن مرض مناعي. شو المرض المناعي؟ معناه المرض اللي الجسم فيه يحارب نفسه، يكون أجسام مناعية ضد مفاصل الجسم، بالتالي يهاجم المفاصل اللي عندنا في الجسم، يكون في المفاصل الصغيرة عندنا في الصبوع، في الركب، في أصابع القدم وغيرها. طبعا أمراض المناعية
الصعب فيها لأن الجسم يحارب نفسه، يعني ما في فيروس يجي من برا أو بكتيريا تجي من برا، لكن الجسم يكون أجسام مضادة. الجسم يقرر بأن هذا المفصل هو جسم غريب ولازم أنا أكون ضده أجسام مضادة، فهاي تكون صعوبة المرض. فاكتشفوا أن المدخنين عندهم عرضة أكبر للإصابة بهذا المرض المناعي، واحتمال أيضا لو كملوا دراسات احتمال المدخن يكون عرضة للإصابة بأمراض مناعية الأخرى مثل التهاب اللويحي، التصلب اللويحي المتعدد أو MS مثل ما الناس كثير تعرفه، اللي هو أيضا مرض الجسم فيه يحارب نفسه عن طريق تكوين أجسام مناعية أو أجسام مضادة لخلايا الجسم نفسها. إني الحين للتدخين نفسه، سواء كان هالدراسة موجودة أو قريناها أو ما قريناها، فالآن ما شاء الله العالم كله وين ما تسوي بحث وين ما تفتح تلفزيون أو تفتح وسيلة من وسائل التواصل تلاقي ناس تتكلم عن التدخين وخطر على الجسم وكيف أنه يساهم بالإصابة بالكثير من السرطانات، سرطان اللسان، سرطان الشفايف، سرطان عنق الرحم، سرطان المعدة، سرطان المريء، كل أنواع السرطانات تقريبا مرتبطة بالتدخين. بالإضافة لهذا أنا أدري كثير من المدخنين يقول لك والله أنا أبوي دخن من سنين ما صاب سرطان، هاي مقولة مثل ما يقول خاطئة. التدخين مو بس مرتبط أيضا بالسرطان، كثير من الأمراض، ارتجاع المريء، قرحة المعدة، تأثير على وظائف الكبد، تشمع الكبد، وظائف الكلية، كل هالأعضاء الجسم تتأثر بالتدخين. الآن إذا أنت كنت تستمع للبرنامج وأنت إنسان مدخن، أدري شو بيقول مدخن، بيقول أنا متعود ما أقدر أوقف، كونك ان انت تقول انا ما اقدر اوقف هذه بحد ذاتها رساله تعطيها لعقلك ان انت ما تقدر توقف، ان انت انسان ضعيف وما تقدر توقف. لكن دائما دائما احنا شو نقول، لازم واحد يقول انزين خلني اجرب ان انا اوقف، اني ادخن التدخين، اوقف التدخين. والتجربه بحد ذاتها ترى تحسب لصالحك. احنا لما نذكر في ملف المتعامل او المريض اللي يجينا العياده انه هو مدخن، نذكر عدد المرات اللي حاول فيها يقلع عن التدخين، وهذه تضاف لك انت ان انت اصلا جربت وحاولت. ليش؟ لانك اكتشفوا ان كل مره المدخن يحاول فيها الاقلاع عن التدخين فانه تقربه اكثر للاقلاع التام، عكس الشخص لما جرب من قبل. عشان شي احنا دائما نحفز الناس المدخنين على الاقل حاول. كيف يحاول؟ احنا عندنا في قطاع، في هيئة الصحة بتفي، في قطاع الرعاية الصحية الأولية، عيادات الإقلاع عن التدخين موجودة في مركز البرشة وفي مركز الطوار. هذه العيادات من كثر ما احنا حابين نساعد المدخنين حتى بدون موعد بدون تحويل، ما تحتاج تشوف طبيب أسرة. دائما نقول تبى تشوف تخصص مر على طبيب الأسرة يعطيك تحويل، هذه العيادة بالذات روحوا لها بلاي موعد بلاي تحويل. روح العيادة حتى لو انت من اي عيادة كانت، قل لهم في البرشة او في الطوار انا بشوف الدكتور حق عيادة الإقلاع عن التدخين، وادخل على الدكتور. في وايد مرات تلاقي الموعد في نفس اليوم او ثاني يوم، حتى المواعيد ما تكون بعيده لهالدرجه. احنا نبغى نشجع الناس ونسهل عليهم عشان يقلعون عن التدخين. انا دائما انصح المتعاملين اللي يجون المركز مرضاي المدخنين، لا تفكر لما نقول لك تدخل العياده هذه ان احنا راح نجبرك تقلع عن التدخين، ابدا. انت لما تدخل العياده بشهاده الناس واللي حولناهم او اللي زاروا عياده الاقلاع عن التدخين، هي مجرد سوالف. الدكتور عندنا ما شاء الله أطباء دمهم خفيف وبالهم وسيع وصبورين جدا، وعمره ما راح يقولك لازم تقلع أو راح يقولك أنت ما تحب تدخين سويك شي وشي وشي، ما راح يقولك هذا أي من هذا الكلام اللي أنت ما تحب تسمعه، ما راح تسمعه أصلا. راح تكون سوالف عن قصتك مع التدخين وكيف بديت وكم مرة تدخن وكيف جربت قبل وشو المحاولات اللي نقدر نسويها، ويترك لك بعد هذا الكرة مثل ما يقولون في ملعب انت شو تقدر تسوي، ويعطيك متابعات كثر ما تبى. يقولك تعالي كل يوم، تعالي كل اسبوع، خلني اشوفك وايد. كل ما جيتني اكثر، كل ما بتشوف ان انت خطوه اقرب الى الاقلاع عن التدخين. فانا ادري، هل تعرفين نفس واحد يكون زايد وزنه وتقول له تشوف طبيب التغذيه او اخصائي التغذيه، يقولك شو ادخل عنده، تقولي والله انت متين وليش تاكل هالكثر وليش تاكل اخر الليل. هذا الكلام ما ينقال في عادات الإقلاع عن التدخين، مجرد سوالف بينك وبين الدكتور عشان يفهم بالضبط ليش أنت مرتبط بالتدخين. ترى ممكن العامل اللي ما يعرفه كثير من المدخنين، إن ارتباطك بالتدخين هناك أسباب جوهرية تكون تحت السطح أنت ممكن ما شفتها.
فأنا نصيحتي لكم كل المدخنين اللي يسمعونا اليوم سواء حاولت أو ما حاولت بس سير زور عيادة الإقلاع عن التدخين بس ولو زيارة واحدة على الأقل تتعرف شو الخيارات اللي عندك وشو ممكن تسوي عشان تقلع عن التدخين إذا فكرت تقلع في يوم من الأيام. إحنا إن شاء الله الحين رح نطلع فاصل، بعد الفاصل رح يكون عندنا مثل ما تعودتوا الفقرة التغذوية، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل على 600551414 ورسائل النصية على 4006. قبل ما ناخذ فقرة التغذية في رسالة إيجابية وصلتني على موضوع التدخين. صباح الخير صحة وسعادة، الحمد لله أنا كل تاريخ 19/10 من كل سنة أحتفل مع نفسي أني تركت التدخين في هذا اليوم، والحين كملت أكثر من 10 سنوات والحمد لله على الفضل العظيم أني أعيش بصحة وسعادة بدون تدخين. يا صباح الورد أخوي، أتوقع اسمك ما كتبت اسمك، نهنيك على هذا الإنجاز أن أنت كملت 10 سنوات مقلع عن التدخين، وإن شاء الله إن شاء الله تكمل العمر كله وأنت مقلع عن التدخين. بس لازم مرة نستضيفك على الهواء ونشوف تجربتك في الإقلاع عن التدخين، أكيد بتفيد غيرك. الحين رح ننتقل لفقرة التغذوية أو فقرة التوعية. اليوم موضوعنا جميل، نتكلم عن الأغذية التي تحسن المزاج مع الأستاذة ريهام أحمد يوسف أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد أستاذة ريهام. صباح الخير والنور والسعادة إن شاء الله. أهلا دكتورة ندى. أهلا فيك. صباحك كرواسون، أتمنى يكون كرواسون من الأكلات تعدل المزاج. صباحكم سعادة إن شاء الله عليك وعلى السادة المستمعين الكرام. اليوم موضوعنا يعني مشوق، موضوعنا خفيف يعني الأغذية اللي يعني بتحسن المزاج أو بتعطينا شعور بالسعادة. فحنتكلم اليوم عن شقين، عن هاي الأغذية. وقبل ما نتكلم عن الأغذية بس بحب ألفت الانتباه أنه في ممارسات غذائية إحنا بنتبعها ممكن تنعكس سلبا، يعني بدل ما تحسننا المزاج تعكر المزاج نوعا ما. صحيح. منها مثلا الناس اللي بتبعوا حميات غذائية قاسية جدا مش مدروسة مش متوازنة. هو أساسا يعني اللي بتبع حمية بأغلب الأحيان بيكون اللي عنده مثلا وزن زيادة، فهو لما بتبع حمية أوريدي بياخد كميات طعام أقل، وإذا كانت هالحميات قاسية جدا بتكون بالأغلب فقيرة في العناصر الغذائية والمعادن الغذائية المهمة لتحسين المزاج. فبنكون زدنا الطين بلة، يعني بدل ما يعني نتبع حمية غذائية ونحصل على نتائج بتكون هاي الحميات القاسية ممكن تعمل لنا بعض المضاعفات بعض الأمراض، فبالتالي بتنعكس بصورة سلبية على مزاجنا وعلى صحتنا العامة. في ناس مثلا كمان بتصير بتشيك على وزنها، الناس المتبعين حمية يوميا كل يوم كل يوم كل يوم، فإذا وهذا طبعا أكيد غلط، يعني المفروض أقل شيء الواحد كل أسبوع ليشيك على وزنه أو فعلا يكون في تغيير على الوزن. فبيشيكوا على الوزن يوميا، إذا كان في زيادة بسيطة أو إذا ما كان الوزن ناقص ممكن هذا الشيء يعملهم اكتئاب وعدم رضا. نعم. مع العلم طبعا أنا وزني يعني لما بدي أمشي على حمية حتى لو بدي أقلل 1000 سعر حراري في اليوم لمدة أسبوع عشان أخسر 1 كيلو في الأسبوع، فمش حينزل وزني خلال يوم وليلة. صحيح. فهذا ما بيكون منطقي. أو ممكن يزيد الوزن بعض التغيرات الهرمونية عند النساء، هي ما بتكون فعليا زيادة دهون بس بسبب بعض التغيرات، هذا مش معنى أنه وزني زاد، فبتطلع على الميزان كل يوم ممكن هذا الشيء ينعكس عليها سلبيا ويخليها تحس بالعدم الرضا. صحيح. هلا الشق الثاني هي عن الأغذية اللي ممكن تساعدنا زي ما يسموها المود بوستينج فود، اللي هي ممكن تحسن المزاج تحسسنا بالسعادة بالرضا. من أهمها مثلا عندنا المكسرات خاصة الجوز، غني بالعناصر الغذائية، غني بالمعادن الغذائية خاصة السيلينيوم اللي بيلعب دور في زيادة الشعور بالسعادة وتحسين المزاج وزيادة إفراز الهرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعادة أو الهرمون المسؤول عن تحسين المزاج في الجسم. صحيح. فبننصح دائما يعني ممارسة الرياضة الصبح ناخذ ممكن حفنة صغيرة أو كمية بسيطة من المكسرات لأنها بتحتوي على الأحماض الدهنية المفيدة أوميجا 3، فبتلعب دور بتحسين المزاج. صحيح. غير المكسرات في عندنا الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأوميجا 3 زي الأسماك اللي هي زي السالمون مثلا، التونة، السردين، بتحافظ على صحة الدماغ وبتلعب أيضا دور في تحسين المزاج. كمان في عندنا
اللي دائما يعني لما نسأل أي حدا شو الأغذية اللي بتحسن المزاج، أول شيء بيحكوا لك الشوكولاتة. أيوة بالضبط. الشوكولات من ضمن الأغذية بتحسن المزاج، بس بشروط إنها تكون الشوكولاتة الداكنة صحيح السمرة، أوكي، اللي بتكون فيها نسبة الكاكاو عالية يعني 70%، ونسبة السكر والدهون قليلة، حتى هي بتكون طعمها مش الشوكولاتة الشوكولاتة الحلوة، اللي بتكون شوية حتى طعمها بتحسيه معتدل، يعني حتى بيكون أقرب إلى المر أكثر منه الحلو. صحيح. هاي الشوكولاتة اللي هي الداكنة لأنه فيها مضادات أكسدة، فيها مادة الفينول بتعزز الحالة المزاجية، فهي مسموحة بس ضمن كميات بسيطة، بتكون سعراتها الحرارية محسوبة من ضمن السعرات الحرارية المسموحة للشخص يوميا. صح مفيدة، بس طبعا زيادة تناولها حيؤدي إلى زيادة الوزن، زيادة الوزن أو السمنة بتخلي الإنسان يعني عنده عدم رضا عن المظهر العام للجسم، هذا بيؤدي إلى يعني تقلبات في المزاج وممكن يوصل الإنسان للاكتئاب. فالشوكولاتة مسموحة بس بمقدار معين، وبشرط تكون الشوكولاتة الداكنة السوداء. والكرواسون ما في ما له مكان في تحسين المزاج؟ إيش هو؟ الكرواسون؟ أحكي لك شغلة. هلا الناس مثلا انا زعلانه او تعرضت لضغوط نفسيه او عندي يعني حاسه اني مرهقه، بنروح بنركض للاكل اللي هو عالي بالكربوهيدرات. صحيح. هو هذا الشيء يعني غش شويه، لانه احنا المخبوزات الكروسان من ضمنها فيها كميه سكر عاليه، فانا اول ما اتناولتها بصير كميه سكر كبيره في الجسم. نعم. بصير ما بنسميه بالانسولين رش، بصير في افراز كبير للانسولين حتى يغطي هالسكر، بحسسني بالسعاده لدقائق معدوده. بعديها بيرجع بيهبط السكر لانه يعني ارتفع الانسولين، بعدين بيرجع السكر بنخفض بصوره كبيره، فبرجع مره ثانيه بطلب او بصير بحس حالي اني ما اكلت، برجع باخذ كميه كبيره ايضا من السكر، وبنضل على هالحاله ناخذ كميه كبيره، بعد بشوي بنحس انه احنا بدنا كميه اكبر واكثر، زياده سكر، سمنه، اكتئاب، عدم رضا عن الشكل، بنضل في هالدوامه. من الكربوهيدرات اللي بتساعد على تحسين المزاج هي النخاله الكامله مثلا، اللي هي موجوده في الشوفان، غنيه بالالياف، بتمتصها الجسم، بتمتص السكر اللي فيها ببطء، ما بيرتفع مره واحده، بتعمل على ثبات في السكر في الجسم، تحتوي مثلا على السيلينيوم اللي له دور في تحسين المزاج، او هو زي مود بوستر بيخلينا نحس بالسعاده. صحيح. بدل الكروسان ممكن ناخذ الموز. الموز كمان فيه بعض الفيتامينات، فيتامين A وبي 6، في بعض المعادن اللي هي زي الفوسفورس والبوتاسيوم الحديد، هاي بتساعد ايضا على تحويل بعض المواد لهرمون السيروتونين اللي هو الهرمون المسؤول عن السعادة والإحساس بالرضا. جميل. فممكن إحنا بدل ما نلجأ لبعض الأغذية السيئة، العكس، نتحول لبعض الأغذية المفيدة اللي هي ممكن تساعدنا على نحسن مزاجنا. صحيح. فتقريبا يعني في هاي هي الأكلات اللي ممكن تساعدنا في تحسين المزاج. ممتاز. إن شاء الله نكون بهالفقرة قدرنا نحسن مزاج المستمعين لما عرفوا الأكلات اللي تحسن المزاج والعادات الغذائية اللي ممكن تعسر مزاجهم شوية أو تخليهم في مزاج غير جميل. شكرا لك أستاذة ريهام أحمد يوسف، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، هالمداخلة الجميلة. شكرا لك، حبيبتي، نهارك سعيد. شكرا مع السلامة. طبعا حاولت أدخل لكم الكرواسون، أغش مني منك عشان أقول لكم كرواسون صحي، ما فاد. قالت لكم الكرواسون غير صحي، لأن أعرف بالعادة يعني ارتباط الكرواسون بالريوق الصباحي ومع الجام، الناس يعني هو من أكلات اللي يسمونه ساتيسفاينج، يعني لما واحد يأخذ يحس عمره إنه سعيد بالرضا. طبعا رضا يكون تواني، لأن بعد هذا يتبع إحساس بالذنب إن كله سعرات حرارية كثيرة. ولكن الأستاذة ريهام عطتنا ما شاء الله بدائل كثيرة للكرواسون، أكلوا موز، مكسرات، الشوكولات الداكن، واللي ما جرب الشوكولات الداكن مع رشة من ملح البحر الخشن يعطي هالتباين، يعطي ترى طعم لذيذ. وليش المكسرات؟ أنا بركز ليش المكسرات بالذات، دائما نعيد ونزيد عليها. المشكلة عند الناس اللي يبون يحافظون على وزنهم أو يبون يرقمون أكلهم، المشكلة يقول لك الأكل اللي أنا ما أحب أسميه صحي يكون بمعنى تهم أو ما يشبع. ليش ما يشبع؟ لأن أحيانا لو ما كان في قرمشة في الأكل، الأكل اللي احنا بناكله عبارة عن عدة حواس مع بعض،
احنا مو بس ندوق الاكل بلساننا وبالغدد الموجوده داخل الفم، لكن حتى الاذن والعين كلها عباره عن حواس مشتركه تساهم في اعطائنا الاحساس بالشبع. ما يقولون مثلا شيء يقول العين تاكل قبل الفم، وفعلا ممكن انا اشبع نص شبع فقط من منظر الاكل. فكل هذه الحواس تعمل مع بعض، فهي طريقة خداع الدماغ. يعني مثلا أسوي صحن، مثلا بتعشى عشاء صحي أو عشاء ما أحب، أنا كالعادة ما أحب أقول كلام صح إنه صحي، كل الأكل صحي إذا أخذناه بتوازن. بتعشى سلطة أوكي، لأن ما نبغى نكثر كربوهيدرات على العشاء وما نبغى ناكل أكل ثقيل. ضيفوا عليه حفلة من المكسرات، طبعا ما تكون مقلية ما تكون مملحة، تكون المكسرات العادية اللي تنباع من غير تحميص، حطوا عليه. بتحسون وانتوا تاكلون، لان صوت القرمشه مالت المكسرات تعطيكم احساس مشبع مع انه صحن سلطه ما تغير. وطبعا المكسرات ناخذ يعني قبضه واحده، ما نكون كريمين بزياده في السلطه، لكن هو هذا التناسق ما بين صوت القرمشه والطعم في الفم كله يساعد في اعطاكم احساس بالشبع. اذا ما جرب هذا يجربه مره ثانيه، يجربه يعني هالحين، لان هي واحده من طرق خداع الدماغ عشان نحس بالشبع وبالرضا على كلنا. اللي يستوي لما لو انت اكلت اكل وانت مو براضي عنه وايد ما راح تحس بالشبع، بعد ما تخلص بساعه او نص ساعه بيصير تدور مثل ما يقول عن اي شيء قرمش، شيبس، بسكوت، بقسم، اي شيء فيه صوت هالقرمشه. احنا ما نعرف ليش ننقاد له، طبعا جزء منه عشان الكربوهيدرات، وجزء منه لما احنا نقرمش هذا الاكل يقنع دماغنا ان هذا الاكل لذيذ، ان هذا الاكل حلو، ان هذا الاكل هو المشبع. فجربوا تضيفون هالخدع البسيطه عشان تعطيكم احساس بالشبع، نشبع حواسنا كلها مو بس البطن، حتى نشبع العين ونشبع الاذن. انا الحين راح اطلع ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله راح نرجع عشان نغطيكم نقل مباشر لحفل بكم نفتخر من مركز دبي التجاري. بيكون عندنا بعض اللقاءات مع بعض المكرمين مع زميلي محمود، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم أول برقم التواصل على 600-551-414 والرسالة النصية على 4006 تحت رعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي. تنظم هيئة الصحة بدبي صباح اليوم بمركز دبي التجاري العالمي حفلها السنوي بكم نفتخر، بهدف تكريم موظفيها من المبدعين والمبتكرين والمتميزين ومن ذوي الخدمة الطويلة في منشآت الهيئة. للتعرف أكثر على هذا الحفل ننتقل بكم أعزائي المستمعين إلى موقع الحدث في مركز دبي التجاري العالمي قاعة زعبين في بث حي ومباشر من هناك. زميلي محمود إن شاء الله بيلتقي مع بعض المكرمين والموظفين من مختلف القطاعات. يا صباح الورد يا محمود. صباح الخير دكتورة، وأسعد الله صباحكم جميعا مستمعين الكرام. مثل ما ذكرتي دكتورة، نتواجد في قاعة زعبية 3 في حرم مركز دبي التجاري العالمي، حيث تقام يعني فعاليات مبادرة بكم نفتخر. هذه المبادرة التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي احتفاء بموظفيها واحتفاء بسلة متميزة من هؤلاء الموظفين الذين ما زالوا يقدمون خدماتهم للهيئة. اليوم نتشرف حقيقة بحضور سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، الذي يرعى هذا الحفل، وأيضا يحرص سموه دائما في كل عام على تكريم العاملين المتميزين والمجتهدين وأصحاب الخدمة الطويلة، ممن يعني أثروا جهود الهيئة بخبرتهم وأسهموا كثيرا في تقدمها. أنا يمكن ما أقدر ألتقي مع المكرمين ولا الموظفين لأن أحداث الحفل ماشية، والآن سمو الشيخ حمدان يتفقد المعرض المصاحب لهذا الحدث، هذا المعرض الذي يستعرض حقيقة أبرز الإنجازات التي تحققت في عام 2018 والتي كانت بجهود موظفي هيئة الصحة. اليوم نتحدث عن بعض الأمور اللي يستعرضها سموه، بداية من إطلاق دبي هيلث ووكينج دوت كوم، هذا التطبيق المميز، ثم نظام شريان الذي سيحدث نقلة
كبيرة في مستوى الخدمات الصحية على مستوى القطاع الخاص، وأيضا هنالك مبادرات خاصة بالذكاء الاصطناعي، منها مبادرة مساعد، وكذلك بعض المشاريع الخاصة بإدارة الموارد البشرية، منها هذا المشروع اللي نحتفي به اليوم بكم نفتخر، وأيضا يمناك وطب وعلوم، مشاريع كثيرة. أيضا سموه كذلك سوف يتوجه إلى التعهد الذي سوف يقوم به معظم موظفي هيئة الصحة بدبي من خلال يعني الالتزام بميثاق الابتكار في ضوء توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة ومن منطلقات الرؤية خاصة لمدينة دبي، والتي تحرص هيئة الصحة بدبي على أن يكون الابتكار والإبداع هو الركيزة الرئيسية لمحاور التطور المقدمة لتحقيق الأهداف التي وضعتها، والإطار العام والأسلوب الأمثل للأداء المبتكر. أيضا هنالك تعهد بالوصايا العشر للإدارة الحكومية التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تتمثل في خدمة الناس، ومن وصايا صاحب السمو: لا تعبد الكرسي، ضع خطتك، راقب نفسك، اصنع طريق عملك، ابتكر أو انسحب، تواصل وتفاءل، لا تكن من غير منافس، اصنع قادة، انطلق لبناء حياة. هذه الوصايا التي تجسد منظومة العمل الحكومي، منظومة وصايا يجب أن يتحلى بها الموظف الحكومي في إمارة دبي. كل هذه المواضيع، وأيضا هنالك تعهد خاص بعام التسامح بالالتزام بمبادئ التسامح في دولة الإمارات. هذه المبادرات كلها كانت يعني من ضمن توجهات سيدي سمو الشيخ حمدان كذلك، الذي دائما ما كانت المبادرات التحفيزية التي تطلقها هيئة الصحة بدبي تحظى برعاية ودعم من سموه، ذلك لأنها تحمل لموظفي الهيئة عنوان وشعار بكم نفتخر. اليوم نحن نؤكد أن موظفي هيئة الصحة بدبي من خلال هذه المبادرة هم مصدر فخر واعتزاز للقطاع الصحي في الدولة وفي إمارة دبي. أيضا التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد إنما كانت يعني تأتي من خلال المتابعة الحثيثة لسموه لكل ما يطرأ على الساحة الصحية من تطور الطب وعلومه واكتشافاته وجميع مستجداته. هذا الأمر اللي كان له الأثر الإيجابي البالغ في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. إذن سمو الشيخ حمدان اليوم يكرم أبناء أسرة هيئة الصحة بدبي، هذا الحضور اللي يرسخ دكتورة لمبادئ وثقافة التميز والتفوق اللي يحملها قادتنا الله يحافظهم في، وهذا الفكر المتميز اللي دائما ما يشددون عليه، وكذلك دائما ما يحرصون على تطبيقه بالنسبة للموظفين. اليوم العديد من الجوائز المحلية والدولية اللي حصلت عليها هيئة الصحة بدبي برعاية وبهذا التوجه المتميز للفكر الفذ حقيقة من قادتنا في مختلف المجالات. إذا تكلمنا يعني الحمد لله نحن نشوف يعني التطور في كل المجالات، القطاع الصحي اللهم لك الحمد ما كان بعيد ابدا عن هذا التطور. صحيح. عشان شيء ثقافه التميز اثبتت فعاليتها واهميتها في تطور المؤسسات واداء الافراد من خلال هذه الجوائز اللي حصلناها والمبادرات اللي اطلقناها داخل الدوله وخارجها لخدمه الناس، لسعاده الناس. كل هذه الامور دكتورة ساهمت بشكل كبير أن تعطي الزخم الكبير لهذا القطاع. فاليوم الهيئة من خلال حرصها على تكريم الموظفين وتقديرهم معنويا وماديا وثقت منهجية التكريم بمجموعة من المعايير والأصول المعمول بها عالميا، فكل اللي طلعوا ضمن خطوات مميزة لكي يصلوا إلى هذه المنصة وهذا التكريم. صحيح. هذه الخطوات يقوم عليها لجان تحكيم متخصصة، وأيضا تؤكد حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى الأداء وتشجيع العاملين على مواصلة البذل والعطاء والإبداع
وإثراء بيئة العمل بمواهبهم وقدراتهم، إضافة إلى المزيد من الابتكارات اللي أسهمت في تطور العلوم والممارسات الطبية مثل ما قلنا على الصعيد المحلي والدولي. صحيح. اليوم نحن نبغي نتوجه يعني بالشكر لهذه الكوادر البشرية المتميزة، وأيضا كذلك بيكون في تكريم للناس اللي استثمروا في أنفسهم، اللي ارتقوا بدرجاتهم العلمية، اللي لفتوا أنظار العالم ببصمتهم المهنية، أبحاثهم العلمية، ابتكاراتهم. نحن اليوم نحن نتحدث عن موظفين علماء مبتكرين، موظفين يعني لهم الكثير من الإنجازات اللي يعني نفتخر فيها في إمارة دبي، في هيئة الصحة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح. اليوم نتكلم عن أن الهيئة إن شاء الله ما راح تدخر أي جهد ممكن أن يساهم في إسعاد موظفينا، لأن سعادة الموظف راح تنعكس بشكل كبير على سعادة منو دكتورة؟ سعادة العملاء. بالضبط. صحيح. عملائنا إذا موظفينا مرتاحين مستانسين أكيد هذا الموضوع راح ينتقل بشكل كبير. الآن ما زال سمو الشيخ حمدان بن راشد يتجول في أرجاء المعرض المصاحب لهذه المبادرة، وأيضا يعني يتحدث إلى وسائل الإعلام، لكن المشكلة ما أقدر أوصل له الحين دكتورة. لكن ما عليك يا محمود، إحنا عندنا بناقش معاهم إن شاء الله دراسة ثانية لو ما في مكرمين معاك عشان تركت يعني تكمل الاحتفالات بكم، نفتخر. شو رأيك؟ والله كان ودنا تكوني معانا بعد دكتورة، أدري إن وحقناك اليوم. ما عليك. إيه أنت بعد، أنا أبغي أتوجه بعد كذلك بالشكر لك دكتورة، لأن اليوم أنت أحد المكرمين، فريق عملك أحد المكرمين في هذا اليوم، ولكن أنت أثرت أن أنت تكونين مع المستمعين من خلال هذه الحلقة. إن شاء الله يكون لك تكريم خاص إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. وأكيد هذه المنصات التكريمية هي راح تساهم في رفع رضا الموظفين، إلى جانب إتاحة الفرص أمام الجميع لمواصلة طريق التفوق واعتلاء منصات التتويج. منصات التتويج واحد ما يعتليها ببساطة، لا، هي نتاج عمل، نتاج يعني متابرة، نتاج عزم نحو تحقيق المركز الأول. صحيح. الهيئة اللهم لك الحمد ساهمت بشكل كبير في تقديم جميع التسهيلات لموظفيها اللي يرغبون باستكمال دراساتهم العليا، والباحثين عن الريادة المخلصين في أداء رسالتهم النبيلة تجاه مجتمعهم ووطنهم. يعني في الختام أنا والله ما أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يعني على حضوره وحرصه الدائم على تكريم أبنائه في هذا اليوم الجميل، أحد الأيام الرائعة في تاريخ هيئة الصحة بدبي. صحيح. اليوم تتويج مو بس اللي طلعوا، التتويج لنا جميعا والتكريم لنا جميعا بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، وأيضا كذلك أنا كنت أتمنى حتى مالهم الجماعة في الموارد البشرية كذلك، لأنهم مشغولين عرسهم اليوم، لكن أبغى أتوجه بالشكر الجزيل لإدارة الموارد البشرية، اللجان القائمة على ترشيح الفائزين بجوائز بكم نفتخر، والقطاعات والإدارات الداعمة، وكل الشكر للزملاء اللي ساهموا في تنظيم هذا الحدث من مختلف الإدارات، وأيضا من كذلك إدارة الاتصال المؤسسي كذلك ما قصروا. إذا نتمنى التوفيق لهؤلاء الموظفين. دكتورة أنت شو يدور في بالك وأنت يعني كنتي موجودة هنا وشفتي الأجواء الخاصة في بكم نفتخر، وشفتي الأجواء أجواء التكريم هذه اللي حقيقة نعتز فيها؟
طبعا محمود أول شيء حفل جدا مرتب، وثانيا التكريم أيا كان حجمه يأثر في الموظف جدا. أنا كموظف في قطاع دائما دائما التكريم شجعني تقديم المزيد، لأن وقوفك على المنصة مع الشيخ ومع معالي القطامي هذا كم يسوى. لما تلاقي صورتك واقف مع هالرمزين الرائعين في البلاد، هذا روحه كافي حافز أنك تبى تصعد على المنصة مرة ثانية مرة ثالثة. في واحدة من البنات ما شاء الله سنتين متواليات تم تكريمها في بكم نفتخر عشان شهاداتها، تقول أبا أخذ شهادات أكثر عشان أطلع على المنصة مرة ثانية وتصور مع الشيخ مع معالي القطامي، فهذا روحه فخر. السلام عليكم طال عمرك، كيف الحال؟ طيب الله يسلم طال عمرك. كنا إذا ما زلنا متواصلين، تعال حبيبي دكتورة تفضل. متواصلين في أجواء هذا الاحتفاء. أيضا أبغيت نسيت أقول معلومة وايد مهمة، اليوم التكريم شمل 400 موظف، 400 موظف التكريم راح يشملهم اليوم في مبادرة بكم نفتخر. هذه المبادرة الرائعة والجميلة اللي حقيقة نحن يعني نعجز عن الشكر ونعجز حقيقة عن الكلمات اللي ممكن نوجهها كذلك يعني لمعالي حميد بن محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، اللي حقيقة ما يدخر أي جهد أنه ممكن يكرم فيه أي موظف في هيئة الصحة بدبي، حرص بشكل كبير على تكريم الموظفين بشكل يعني بأمانة، يعني مش الواحد يقولها يعني مجاملة وكذا، هي كلمة حق تقال. صحيح. ما شفت أن هنالك حرص كبير من مدير عام على تكريم موظفينا مثل ما أشوفه عند معالي حميد القطامي، حتى مع صغار الموظفين. ما في موظف صغير اللهم لك الحمد، كلهم موظفين كبار، ولكن يعني يسعى أن يكرم الصغير قبل الكبير، يحرص على تكريم القائد والسائق والموظف والإداري والطبيب والممرض والممرضة، يحرص على تكريم الكل. ويمكن في أحيان كثيرة يتفاجئون على مدار العام أن ممكن يمر ويذكرون مكتب المدير العام ويتكرم، ونحن كمعنيين بالتغطية الإعلامية نتفاجع حقيقة أن المسائل تكون خارج جداول العمل. في لحظة دكتورة تعالوا فوق، المدير العام عنده تكريم، لما نكرم نشوف واحد من الموظفين المميزين في الحياة، ولا واحد عنده له إنجاز، ولا واحد يعني له بصمة بشكل أو بآخر، المدير العام يحرص على تكريمه. اليوم التكريم هذا ليس يعني مو تكريم مادي فقط، ولكن معنويا دكتورة يعطي دافع كبير للعطاء، يعطي يعني أنا قاعد أتكلم بحماس. ليش؟ لأن اللي نشوفه هني الطاقة الإيجابية عند هؤلاء الموظفين، وهذا مو معناته اللي ما طلع على المنصة اليوم يعني هو إنسان مقصر ولا إنسان ما عطى، ولكن دائما هي المنافسات الإيجابية اللي تحقق لنا إيجابية أكثر في العطاء. صحيح. إنجازات أكثر في العطاء، التنافس الشريف هذا اللي نحن نسعى له دائما، وهذا اللي نأكد عليه من ضمن الوصايا العشر للإدارة الحكومية اللي يقدمها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يختصر فيه يعني القيم الأساسية التي يجب على الموظف أن يتحلى بها، يقول لك اخدم الناس. صحيح. يعني بأمانة ما في أحلى من أن الواحد يحاول أنه من خلال وين ما كانت وظيفته أن يخدم الناس. أنا ما أتكلم الآن عن حياة الصحة، أتكلم بشكل عام مستمعين الكرام. صحيح. وين ما كانت وظيفتك، شو كان عملك سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، تعمل في أعمالك الخاصة، اخدم الناس دائما، لأنك أنت هذه الرسالة الرئيسية والأولى، الوصية الأولى اللي وضعها سيدي صاحب السمو هي خدمة الناس. فعندما نتحدث عن هذه الوصايا، نتحدث عن هذا الإطار الجميل والقالب الرائع وهذا التكريم المتميز لهيئة الصحة بدبي من خلال
الحرص على سعادة الموظفين، الحرص على تكريمهم ماديا ومعنويا، هنالك يعني وأيضا دعمهم في دراساتهم العليا. دكتورة، ما في موظف اليوم لا يقول لك في هذه الصحة يدعمون الموظفين أنهم يكملون دراساتهم. صحيح. غير هذا دكتورة، زين بعد ما تخلص تأخذ الشهادة تطلع على المنصة تتكرم، لأنك صحيح. استثمرت في نفسك. بالضبط. صحيح. متى إن شاء الله بتكملين دراستك دكتورة؟ إن شاء الله. إن شاء الله بجريب إن شاء الله. مشكورة دكتورة، أنا والله يعني الأجواء الإيجابية تخلي الواحد يتحمس بشكل كبير. صحيح صحيح. هذه يعني البسمة اللي مرسومة على وجوه الموظفين كم تسوى صراحة، يعني بالضبط. الواحد لما يشوف الموظفين مستانسين ومرتاحين هذه شغلة جميلة جدا. ونقول للموظفين حتى اللي ما يطلعون على المنصات، أنتوا الفرص أمامكم والحياة ما تقف. صحيح. ما تقف عند إنجاز معين، لازم تستمر. ومثل ما ذكرتي موظفة طلعت سنتين وراء بعض، هذه لأن هي متابرة في العمل، متابرة في العطاء. صحيح. فعشان تي دكتورة، هذه دعوة للجميع للاستمرار في العطاء، الاستمرار في المتابرة، الاستمرار في تقديم الأفضل، لأن في النهاية نحن نخدم دولة الإمارات العربية المتحدة، نخدم شيوخنا وقادتنا. فما في أجمل من الإخلاص في العمل، ما في أجمل من العطاء في العمل، ما في أجمل من الواحد يتميز في أداء وظيفته. فكل الشكر لكم مستمعينا، إن شاء الله نشوفكم باكر مناخذ تغطية شاملة كافية وافية لهذا الحفل، للناس اللي تكرموا، للناس اللي طلعوا. منحاول نسلط الضوء على هذه الشخصيات الجميلة وكل واحد وإنجازاته، ليش تكرم، ليش طلع، ليش فاز. ما نتعرف على هذه الإنجازات كلها إن شاء الله. حلقة بكرة ما أدري إذا فاضي دكتورة حيات، ترى أنا عندي الحلقة باكر إذا فاضي حيات. إن شاء الله نتفق بعد الهواء محمود إن شاء الله. شكرا دكتورة. شكرا لك يا محمود، نهارك سعيد. شكرا شكرا. ما شاء الله زميلي محمود كفى ووفى إن شاء الله بتغطيته لي حفل بكم نفتخر وتأثيره على نفوس الموظفين في هيئة الصحة بدبي. بعد كلام محمود أنا ما عندي كلام أضيفة، أشكر أوشي عيسى سبيل معي في الإخراج، وميرا الغفلي أم خليفة معي في التنسيق كانت اليوم، وكانت محدثتكم اليوم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله كنا خفاف عليكم في خلال الساعة الهوى. باكر إن شاء الله زميلي محمود بيكون معاكم ويلتقي مثل ما ذكر بعض المكرمين في جائزة بكم نفتخر. فلأن نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.